السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتنا أسئلة عن موقع النجمي، البعض يقولون مسجد، والبعض يقولون قصر ملك، والبعض يقولون موقع في قضاء النعمانية أو الصويرة، أو البعض يقولون بالكوت بالحي. لذلك قررنا اليوم نروح لهذا الموقع، ناخذكم بجولة هي أشبه بالسفرة. راح نروح لهذا الموقع ونتأكد من موقعه والمن يعود وليه سمي النجمي. ابقوا ويانا نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة، وأيضا مشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء. اليوم عندنا مفاجأة ومغامرة بهذا الموقع أو هذا المسجد أو القصر، لحد الآن ما نعرف، لكن من راح نروح راح كل شيء يصير واضح. راح نتعرف على تفاصيل مهمة، تفاصيل لأول مرة تطرق. طبعا احنا ثاني قناة توصل لهذا المكان، رغم الطريق الوعر، رغم الطريق الصراحة الممل، لكن راح نوصل لهذا المكان إن شاء الله. يلا خلوا نروح ونشوف الموقع. واخيرا وصلنا الى قصر النجمي. مثل ما جاي تشوفون هو صار حاليا وراي القصر، بعد معاناة الطريق كلش يعني متعب وطريق وعر. حاليا وصلنا الى القصر، راح نوافيكم بالتفاصيل. خلونا نشوف القصة ونشوف القصر وتفاصيله كاملة. يلا خلنا نروح. حسب الأقاويل والإشاعات اللي حصلناها من سكان المنطقة اللي قريبين من القصر النجمي، إذا دخلوا اثنين أشقاء أخوان إلى القصر يعني مباشرة راح تسقط القبة وتوقع عليهم قبة القصر. طبعا احنا اليوم راح نغامر وراح ندخل للقصر، أنا وأخوي وشقيقي المصور أستاذ محمد راح ندخل للقصر ونشوف هاي الأقاويل هي صحيحة لو مو صحيحة. طبعا راح نغامر بحياتنا، اذا كانت صحيحه راح نغامر بحياتنا من اجلكم واللي نثبت وجودها هي صحيحه، لو صح لو غلط لو شنو. راح نشرح لكم الشكل الخارجي لهذا القصر. طبعا الشكل الخارجي للقصر مكون من النافذه وايضا من النقوشات الاسلاميه القديمه والقبه. حاليا مثل ما جيت تشوفون هذا بمثابه السور او السياج او الحصن، شلون نسميه الخارجي. هذا تقريبا سمكه وعرضه بحدود المتر. راح نشرح لكم عن التفاصيل الموجوده بالخارج القصر، وبعدها راح ننتقل ونغامر. ابقوا وشاهدوا الفيديو الى النهايه، لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك. يلا حاليا احنا داخل واحه القصر او ساحه القصر، راح نتعرف على هذا المدرج شنو وشنو فائدته. مثل ما جاي تشوفون هذا المدرج او هذا الشكل هو مأذنه. قبل ذاك الوقت يجي المؤذن يصعد على هذا الارتفاع ويبدي يأذن، دائما يختارون اماكن مرتفعه حتى يوصل صوتهم السكان القريه القريبه. يعني هذا مكان المؤذن بذاك الوقت. راح ننتقل الى المكان الثاني، طبعا ايضا موجود بساحه القصر، خلينا نشوف تفاصيله شنو. طبعا عندنا هنا مكونه بحدود 18 مصطبه، هاي المصاطب الموجوده قسم منهم بشكل افقي وقسم منهم بشكل عمودي. المصاطب هنا فائدتها
قبل ويعتقدون هي يعني تزيين وإنارة يخلون عليها الشموع، يعني مثل هذه المصطبة يخلون عليها الشمعة حتى تكون عندهم إضاءة قوية. وأيضا مثل ما جاء تشوفون موزعة ومقسمة بشكل متساوي حدود 18 مصطبة. طبعا هاي المصاطب مثل ما قلت لكم فائدتها هي للإضاءة، يخلون عليها الشموع الموجودة حتى ينورون حالياً المكان. أنا بمحراب الصلاة الموجود بساحة القصر، بعدنا ما داخلين للداخل هسه حاليا، هاي بالساحة. طبعا هذا المحراب أو هذا مثل ما نقول عن القبلة اللي يصلون عليها المصلين بذاك الوقت. مثل ما جاي تشوفون تم بناء من الطابوق وأيضا من الاسمنت. خلي ننتقل للداخل ونشوف المفاجأة، راح نغامر بحياتنا طبعا. كل هذا على موتكم، وخلنا نشوف بالداخل شنو الموجود بيه. سمعنا بأنه أكو قبور، هاي القبور خلنا نعرف تفاصيلها ونعرف تاريخها والمن تعود. راح ندخل للداخل، ابقوا ويانا وخلنا نشوف شنو يصير. مثل ما قلت لكم، مثل ما نوهيت، بعض الأقاويل والإشاعات تقول إذا دخلوا اثنين أشقاء أخوان إلى هذا المكان راح تسقط مباشرة عليهم القبة فور دخولهم، يعني أول ما يدخلون راح تسقط عليهم القبة. شنو السبب ما معروف، وإحنا جينا اليوم قاصدين هذا المكان حتى نثبت ونشوف صحة هذا القول، صحيح لو مو صحيح. طبعا راح نغامر بحياتنا اليوم، راح ندخل أنا والمصور اللي هو أخي وسند محمد، وراح نشوف هاي المقولة صحيحة لو مو صحيحة. محمد أنا أقول له تخلي الكاميرا هنا وندخل واحد ورا الثاني ونشوف. أوكي راح نغامر، راح ندخل اثنيناتنا أنا وأخ محمد، خاف يسقط تسقط علينا القبة مثل ما نقول. مكاننا إحنا بالموقع النجمي، بالمسجد النجمي أو القصر النجمي ما يعرف. خلي نشوف ونثبت صحة القول، يعني لحد اللحظة ماكو شيء. إذا وقعت اللحن يشري طبعا لحد الآن ماكو شيء، إذا هاي المقولة مو صحيحة. شو صار عمي؟ والله هو بدي اكو صوت، صراحة بدي اكو صوت اسمعه. والله زجر وحروف. خلال هاي التجربة حبينا أن نثبت ونوصل رسالة بأنه ليس كل ما يقال يصدق. طبعا احنا اليوم جينا وغامرنا بحياتنا وما صار لنا. القصر تم تأهيله عام 2002 من هيئة الآثار بذاك الوقت. طبعا هاي النقوش وهاي الرسومات الموجودة هاي مو شكلها الأصلي، لا هذا شكلها يعني حديث، تم تحديث من عام 2002 من هيئة الآثار. مثل ما جاي تشوفون يعني هذا الارتفاع وهذا الشكل، وأغلب الطيور يعني تجي تسكن في هذا المكان لأنه مكان هادئ، لأنه مكان بعيد عن الضجيج وبعيد عن غير الأمور. لذلك مثل ما هاي النوافذ، هاي الأشكال الموجودة، الأشكال الهندسية طبعا هي مثل ما قلت لكم حديثة، لكن بها رسومات أيضا قديمة. في ذلك الوقت انه اكو ملك كان يسكن بهاي المنطقة. هذا الملك جولة اجى يتجول بهذا المكان، الصدفة شاف فارس يعني يحارب. هذا الفارس شافوه يعني قوي، اي شخص يبارز اله ويبرز اله دائما يتغلب عليه ويقتله. ففجأة الملك يعني بالصدفة شاف هذا الفارس، فطلب من عنده المبارزة، قال له خليني اتبارز انا وياك. الفارس وافق بالمبارزة، فبدأوا يتبارزون إلى أن الملك غلب الفارس وتغلب عليه. بعد ذلك قال لك شوف عن وجهك، خلي أشوف الآن، كان الفارس ملثم. بعدين من ذب مثل ما نقول عليه النقبة أو اللثام، شافه بأنه هي أمرأة. الملك انعجب بهاي الأمرأة وطلب من عندها الزواج بذاك الوقت. الأمرأة
يعني كان عندها شرط من الشروط انه توافق لكن ان يبني لها قصر، قصر كبير بهاي المنطقة. طبعا الملك وافق بهذا الشرط وبنى هذا القصر. فبنى الملك هذا القصر للملكة او لزوجته بذلك الوقت. فكان شرطها بانه اذا ماتوا وتوفوا لازم هنا يدفنونهم. فحسب الاقاويل يقول انه هذا قبر الملك وهذا قبر الملكة اللي هي زوجته. طبعا هاي الرواية غير صحيحة نهائيا. الرواية الاصح والاكثر تداولا واللي حصلناها من مصادرنا انه طبعا هذا القبر يعود الى العلامة محمد بن الأكرم البقلي، هذا قبره. وأيضا مثل ما جيت تشوفون حاليا قدامكم بالشاشة راح نطلع لوحة، أو هاي اللوحة اسم هذا العلامة باللغة البابلية القديمة. وأيضا عندنا هذا القبر هو قبر والدة الشيخ العلامة محمد بن الأكرم البقلي. مثل ما جاي تشوفون أحبتي المشاهدين، هي هاي الرواية الأصح والأكثر تداولا واللي حصلناها من مصادرنا. أما بقية من الملك العجب بالملكة أو بزوجته وكذا وهي صارت، لا هاي الرواية مو صحيحة نهائيا. دائما 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 اتأكدوا قبل النشر وتأكدوا من المعلومات الصحيحة. لا تمشون وراء الإشاعات، لا تمشون وراء الأكاذيب، لا تمشون وراء الكلام المصحيح. اختصارا للوقت حبيت أسولف لكم هذا الموقف اللي صار وياي البارحة. البارحة تقريبا الساعة 10 بالليل اجاني اتصال من صديقي وزميلي اللي هو يعني زميلي بالدراسة لفترة طويلة. المهم اجاني اتصال، شلونك وين مشتاقين وين هالغيبة كذا. ردت علي اني احنا الان الاشواق والله موجود انت ماكو. فإلى ان وصلنا قلت له انت مشترك بقناتنا نوادر العراق؟ لا. قال لا والله ما مشترك. قلت له ليش؟ قال والله يعني ظروف الحياة وكذا ما خلتني ادخل يعني للنت واتصفح وهيك امور. قلت له يلا، قال انا هسه حاليا راح اشترك بالقناة. المهم ونهينا المكالمة. ورا ساعة تقريبا دقت الباب، رحت فتحت الباب لقيت ابن هذا صديقي اللي كنت اخابر بيه قبل شوية. ها عمو تفضل. قال عمو بابا دزني يريد فلوس مال الاشتراك. قلت له اشتراك؟ قال الاشتراك بالقناة مالتكم. زين انا صفنت بانه اذا كل واحد مشترك يريد فلوس الاشتراك، بهيك حاله لازم نعزل احنا ونفتح محل انشائيه. طبعا مقصوده مقصوده. طبعا اذا انت اول مره تشاهدنا اشترك بالقناه وفعل الجرس وتعال خذ فلوسك من عندنا. تم تحديث هذا البناء عام 2002. راح نسوي مقارنه بين الطابور القبل طابور الان، يعني شوف شكله شلون يختلف وسمكه وعرضه وكله يختلف. طبعا مثل ما قلت لكم، طبعا هذا الطابوق اللي تم بناءه هذا القصر منه، هذا الطابوق القديم، هذا الطابوق اللي يشوفه هسه يقول هاي فرشيه واشبه بالفرشيه، لا هو مو فرشيه، طبعا هو اسمك من الفرشيه اللي يتم تغليف بها السطوح. هذا الطابوق تم بناء هذا القصر من عندها. شوفوا شكلها وشوفوا سمكها وشوفوا عرضها، يعني طابوقه تختلف نهائيا عن الطابوقه الحاليه. هاي الطابوقه عندنا الحاليه اللي دائما نبني بها البيوت والمنازل وغيرها. شوفوا الفرق بين هاي الطابوقه وبين هاي الطابوقه، هاي الطابوقه القديمه وهاي الطابوقه الحديثه اللي عندنا حاليا. شوف الفرق وشوف الشكل وشوف السمك. ايضا تم بناها من هذا الطابوق للتغليف للنقوش. مثل ما قلت لكم عام 2002 تم تحديث هذا المكان وتم بناءه وتم تشيده من جديد من هيئة الآثار. يعني قبل كانوا بانينا بهذا الطابوق وبعدين بنوا بهذا الطابوق. راجعين بطريقنا شفنا مجموعة من النمل الأسود اللي عايش في هاي الصحراء. طبعا سبحان الله علم يتغذى هذا النمل، شلون يجمع غذاء بهاي الصحراء ما أعرف. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن نلتقيكم في حلقات جديدة ومواقع جديدة إن شاء الله. لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والأقارب. أهلا وسهلا.